فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوغيرات من وضع حد للنشاط، كان يقوم بترويج الأسمدة والمواد أو المبيدات الفلاحية بدون رخصة، حيث بعد ضبط كافة الإجراءات القانونية والشرطية تم توقيف سالف الذكر والذي هو في العقد الرابع من العمر والمنحدر من مدينة يلد بولاية غليزان، وهو على متن مركبة مغطاة من نوع مازدا مرقمة بترقيم ولاية مستغانم محملة ب 20 قنطار من الأسمدة الأزوتية. كما أفضت التحقيقات إلى كشف كمية أخرى كان يخبئها بإحدى المستودعات المجاورة لمدينة بوغيرات، حيث بلغت الكمية الإجمالية من الأسمدة الأزوتية 110 قنطار.